السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتي لمساتي الذوقية مع توريا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتمام الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم إن شاء الله فغادي نقدم لكم واحد الكيكة ديال القهوة، كتجي رائعة بطعم القهوة لعشاق القهوة. مقادير بسيطة وفي المتناول، نتمنى أنها تعجبكم. إلا عجبتكم فما تنسوش ديروا لي لايك لا فيديو، تبارطاجيوها مع العائلة والأصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالي فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، عندي هنايا 4 ديال البيضات كبار، الا كان عندكم البيض صغير فديروا 5. عندي كاس الا ربع ديال الزيت، وعندي هنايا كاس ونص ديال السكر سنيده، وكاس ونص ديال القهوه، القهوه المقطره. وعندي هنايا الكاكاو، وغنستعمل ما بين معلقه حتى لجوج على حسب اللون اللي بغيتو. وعندي هنايا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، عبرت 3 ديال الكيسان بالقياس ديال الكاس ديال العنبه، عبرت 3 ديال الكيسان. و الا احتاجيت اولا شط عليا فغادي نقص، تيبقى دائما الدقيق على حساب الخليط. وعندي هنايا 3 ديال الخمارات ديال الحلوه من وزن 7 غرام. ندوزو ان شاء الله للطريقه. اول حاجه غادي نديرها، عندي هنايا اناء اللي درت فيه قبيصه ديال الملحه، ندير فيه السكر، سكر حبيبات او سكر سنيده، وغادي نضيف البيض. غادي نستعمل الباتور، ممكن تستعملوا الخلاط هذا الطراب الكهربائي او الخلاط الكهربائي اللي عندكم. غادي نخدم البيض مع السكر سنيده واحد شويه على ما يتجانسوا ويدوب لي داك السكر، ونرجعوا نتلاقاو. بعد ما طربت البيض مع السكر، هانتوما كي كتشوف كيرجع كيبيض وكيرجع تقيل بحال شي كريمه. ضروري اننا نطربوا البيض والسكر في الاول، ومن الاشياء الضروريه في الكيك الا بغيتوا ينجح لكم الكيك ديالكم ويجيكم من فوق وطالع، فالبيض خاصو يتجبد بواحد المده قبل من الثلاجه، ما يكونش ما نجبدوش مباشره من الثلاجه ونخدموا به، ضروري انه يكون بحراره المطبخ. الى يعني الى نسينا شي نهار اننا غنديروا الكيك وما جبدناش البيض، اولا جاتنا يعني جاتنا الفكره على غفله، اولا جاونا ضياف وبغينا نديروا الكيك، فداك البيض فاش كنجبدوه فاش يكون في الثلاجه كنجبدوه وتنوجدوا واحد يعني شي اناء نديروا فيه شويه ديال المدافي وننزلوا فيه داك البيض، ما يكونش الماء سخون بزاف، ما يكونش طايب ولكن يكون سخون شويه، يعني بحال الشكل ديال الماء اللي كنعجنوا به، يعني يكون سخون شويه ما كيحرقش، وفي نفس الوقت ما يكونش دافئ فاتر كما كنقولوا، يكون شويه دافي يعني باش يرجع لينا داك البيض للحراره الطبيعيه. نحطوا فيه البيض على الاقل واحد 5 دقائق قبل ما نخدموا به. دابا غادي نضيف لهذا الخليط ديالي، غادي نضيف ليه الزيت وانا كنخلط. بعد ما ضفت الزيت فانا غادي نضيف القهوه، نضيفها على دفعه واحده ماشي بحال الزيت.
غنخلط غير شويه، غادي نضيف الدقيق باش ما يبقاش يرش ليا في الجوانب، غنضيف الدقيق ونضيف الكاكاو ونكمل التخلاط. قلت لكم فانا غندير ملعقه ديال الكاكا ونشوف الى جاني اللون مفتوح فغادي نضيف ملعقه اخرى، والا كان اللون اللي بغيت انا فصافي غادي نكتفي وغادي نضيف غير الدقيق. هاد الكويرات هادو فغير حلوهم حيت غير الكاكاو هذاك. نضيف كمية ثانية ديال الدقيق ونضيف معها الخميرة ونضيف واحد نص معلقة الكاكاو لأن اللون كيبان ليا لأنه باقي شوية باهت. السرعه ديال الخلاط فانا دايرها منخفضه شويه دابا غادي نستغلق الخلاط فغادي نحيدو وغادي نكمل التحريك غير باليد. غنكمل التحريك بلاسباتو باش نكون باش نحس بالقياس ديال الدقيق واش كافي اولا نزيد. يبان لي الخليط بانه باقي خاصو نضيف لي نصف هاد الكميه هادي غادي نضيف هاد الكمية اللي بقات
كنظن ان هذا القياس هذا كافي. كما شفتوا فانا استعملت 3 ديال الكيسان ديال العلبه، هما اللي استعملت، ما ضفت عليهم حتى شي حاجه. عندي هنايا مول، المول ديال الكيك العادي، ممكن تستعملوا اي مول كان عندكم، مربع او مستطيل او دائري، وما فيهش هذه في الوسط، ممكن تستعملوا اي كيك اي مول عندكم. بالنسبه لي انا كنفضل هذا في الكيك اليومي، كنفضل انني نستعمله. كي كتشوفوا فانا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، غادي نفرغ فيه الكيكه كيخلط. حاولي نهزو يدينا شويه الفوق وحنا كنفرغو في الكيك. الا كان عندكم القرقاع فممكن تضيفوا شويه ديال القرقاع لهاد الكيكة ديال القهوة، تيتواتا معاها بزاف طريفات ديال الكركاع اللي يكون تصهد غير واحد شوية في الفران، غير تصهد ماشي تحمر، ونقطعوه طريفات صغار وتخليوه اخر حاجة تضيفوه للكيك، دوزوهم في واحد المعلقة ديال الدقيق، تمرروه فيها مزيان وتضيفو ديك المعلقة ديك ديك القرقاع مع ديك المعلقه ديال الدقيق، تضيفوهم كمرحله اخيره قبل ما تفرغوا الكيك هنايا في المول ديالكم. انا بصراحه ما توفرش عندي وما يعني ما محتاجاش انني ندير القرقاع، يعني ماشي ضروري انني نديرو، ثاني هذا انا درت الكيك عادي. صافي، غادي ندخل الكيك ديالي للفران، ندخلو الفران اللي يكون بارد، ما كنسخنش انا الفران من قبل. بالنسبه للكيك يكون الفران بارد على واحد، يعني انا عندي الفران ديال الغاز ماشي ديال الضو، ندخلو الفران اللي يكون بارد على نار اللي هي تكون قليله، يعني ما تكونش مجهده، على نار هادئه حتى يطيب الكيك ديالي، ونرجعو نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الكيك. وبالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الضو فممكن ديروه من 180 حتى 200 درجة على حسب الفرن واش فيه المروحة او لا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكة ديالنا. كي كتشوفوا فهي جات طالعة، جات رائعة جدا. انا بالنسبة للزين زينتها بشوية ديال الشوكولاتة، بقناش ديال الشوكولاتة مع الياغورت، وزينتها بشوية ديال اللوز إفيلي، فهي تجي رائعة كي كتشوفوا. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لي لايك للفيديو، تبارطاجيو مع العائله والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا كنتو اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات. انا غادي نقطع لكم باش تشوفوا.